هذا وتحظى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك. نعم، وكانت لقاءات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس المصري دائما ما تؤكد أن البلدين والشعبين الشقيقين محل اعتزاز من العاهل المعظم. ترحيب واحتفاء من مملكة البحرين بضيف البلاد الكريم، وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. فهو مرحب دائما بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشعب الجمهورية الشقيقة على أرض مملكة البحرين. اتسمت لقاءات عاهل البلاد المعظم مع أخيه فخامة الرئيس المصري التي عقدت في البلدين الشقيقين بالروح الأخوية والاحترام والتقدير المتبادل. ودائما ما كانت اللقاءات الأخوية بين قائدي كلا البلدين تستعرض في مقدمتها أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها على كافة الصعد والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، كما أن للبلدين الشقيقين أدوار مشرفة في دعم العمل العربي المشترك ومواقف ثابتة تجاه قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية، الأمر الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتهما. إن شعب مملكة البحرين ينهل من قيادة ملك البلاد المعظم هذه القيم الأخوية، إذ يؤكد حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بعلاقاتها التاريخية الراسخة مع الجمهورية الشقيقة، الأمر الذي رفض هذه العلاقة بمزيد من التقارب، وهو الأمر الذي أثنى عليه فخامة الرئيس المصري لما لصاحب الجلالة الملك المعظم من أدوار رائدة في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر، وصفا إياها بأنها نموذج متميز للتعاون بين الأشقاء.